افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة وحدة الوفرة السكنية الاجتماعية بمنطقة الوفرة السكنية بحضور وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور خالد العجمي. وقالت الحويلة إن هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بافتتاح المباني التابعة للمناطق السكنية الجديدة واهتمامها بتوفير خدماتها بمختلف المناطق تسهيلاً على المواطنين وعدم تكبدهم عناء مراجعة المراكز البعيدة عن مناطق سكنهم. نتابع المزيد في تغطية كاميرا الأخبار في هذه المنطقة لخدمة الأهالي للرعاية المستحقين للرعاية الاجتماعية، وإن شاء الله هذا المركز راح يقوم في واجبه لخدمة المستفيدين في هذه المنطقة ومن حواليها. تعتبر هذه الوحدة هي تقريبا رقم 32 وتغطي هذه المنطقة الجغرافية في منطقة الوفرة. افتتاح وحدة الوفرة للرعاية الأسرية في منطقة الوفرة السكنية، سعيد أكثر بأن تكون وزارة الشؤون تقدم كل هذه الخدمات لكل مناطق الكويت جنوبا وشمالا. بإذن الله تعالى هذا الافتتاح وهذا العمل الكبير اللي قاعد تقدم الوزارة يأتي من صالح المواطنين، ووحدة الرعاية الأسرية في منطقة الوفرة السكنية ستوفر العناء على المواطنين في الذهاب إلى أماكن أبعد، سنكون أقرب للمواطن، وهذا هو الهدف العام لوزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم خدماتها بشكل كبير من خلال الوحدات المنتشرة جغرافيا في مناطق الكويت.